علاء مرسي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة. غادر لوكيشن التصوير وأجرى فحوصات طبية شاملة. يتابع حالته طبيب متخصص ويتبع نظاما غذائيا خاصا. خلال الأيام الماضية تعرض الفنان علاء مرسي لوعكة صحية مفاجئة، حيث واجه آلاما شديدة في المعدة ومغصا اضطره لمغادرة اللوكيشن. بعد عودته للمنزل لم يتحمل الألم الشديد واضطر للذهاب للمستشفى، وبعدما أجرى الفحوصات الطبية اللازمة اتضح أنه يعاني من مشاكل في القولون. وخلال ساعات قليلة من التشخيص وضع الأطباء له خطة علاج شاملة. أكد علاء أن الطبيب طالبه بالتزام الراحة التامة لعدة أيام واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يتماشى مع حالة القولون. علاء وجه رسالة شكر لكل زملائه في الوسط الفني الذين تواصلوا معه للإطمئنان على صحته، وقال إنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيعود لاستكمال التصوير. علاء مرسي حمس الجمهور لأعماله الفنية المقبلة، وأكد للجميع أنهم سيرونه بشكل مختلف خلال موسم رمضان 2024، وذلك من خلال مشاركته في مسلسلي كوبرا وعتبات البهجة. وأكد أن عتبات البهجة سيكون نقطة مميزة في مشواره الفني، خاصة وأن العمل يشهد تعاونه مع الفنان يحيى الفخراني.